شك أن الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الإتجار وتهريب المواد المخدرة دائماً ما تؤتي بثمارها الإيجابية، وهو ما يشهد عليه حجم وعدد القضايا المضبوطة والتراجع الكبير في الإتجار والجلب. كل ذلك يسهم في النهاية في الحفاظ على ثروة البلاد من الشباب ويحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية لها. فخلال شهر مايو نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط 1246 قضية، بلغ عدد المتهمين المقبوض عليهم فيها 1391 متهما. وخلال شهر مايو تنوعت المضبوطات من المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة من ضبط ما يقارب طنين من مخدر البانجو ونحو نصف طن من مخدر الحشيش وأكثر من 55 كيلوغرام من مخدر الهيروين. كما نجحت الإدارة في ضبط نحو 12 كيلوغرام من مخدر الستروكس وأكثر من 7 كيلوغرامات من مخدر الآيس، فضلاً عن أكثر من 3 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الإدارة خلال شهر مايو من ضبط ما يقارب 89 ألف قرص مخدر متنوع و 7600 قرص كبتاجون وما يقارب 5000 قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 64 مليون جنيه. الإدارة نجحت في ضبط 6 قضايا في مجال غسل الأموال بقيمة قرابة 86 مليون جنيه من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة. كما اتخذت الإدارة القانونية حيال 9 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. إحصائيات وأرقام تؤكد على ما تبذله أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من جهود للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة ومدى النجاح الكبير المحقق على هذا الصعيد، والذي يجنب البلاد كافة الآثار السلبية الناتجة عنها سواء مجتمعياً أو اقتصادياً.